مهمة مع الرجاء البيضاوي، يعني فرصة ليه. كاين الرجاء اللي باغي يبقى غادي في المسار ديالو ويحاول يستغل المباريات المؤجلة على أساس أنه كيف مقدمة. كاين المغرب التطواني باغي يحسن الأمور ديالو، أكادير حتى هي باغا ترجع وما بغاش تضيع بزاف ديال النقاط. كلشي باغي يربح، يعني لا يعني كنشوفوا التباين في الطموحات ديال كل فريق، وبالتالي المباريات كلها راه غتكون مهمة. هذا هو اللي كيعطي الأهمية ديال كاع هاد المقابلات. هذا هو اللي كاين. دونك بالنسبة لي أنا شخصيا فرصة لجميع الفرق، ولكن اللي كيبقى مستعد بشكل جيد واللي يعرف كيفاش يجري المباراة ديالو هو اللي غيستافد. واللي كيقول الرفيق أنا بالنسبة لي في المقابلات المؤجلة اللي كيكون مستعد ذهنيا أكثر ما هو حوايج أخرى، لأن كنشوفوا بعض المقابلات هذه المؤجلة دائما اللي كتسالي بالتعادل. كنشوفوا دائما هذيك النقطة كيستافدوا منها جوج فرق اللي ما صالحه لا لهذا ولا لهذا. هادشي اللي كاين بالنسبه لنا انا اللي غنهضر عليه فهو بالنسبه للفريق ماتش ديال وجده هذه المراج، لان حنا عرفناه وثاني حنا باش نرجعوا عاوتاني بلا جمهور داك الشيء سالينا. بالنسبه للرجاء اللي عندها غيابات كثيره وعندها عاوتاني مقابله ديال الديربي، لان انا غنشوف انا بغيت نشوفوا اليوم الفريق عاوتاني كيفاش غادي يكون. مقابله صعيب مقابله، لانه غيلعبوا عاوتاني في سانتيتيك مقابله صعيبه. سنتيتيك اللي حنا كنعرفوا بين لي زانكونفينيون ديالو على اللاعب كيفاش كتكون، التيران ديال وجده يمكن ماشي ملعب مزيان ديال الكره، ولكن المشكل اللي كاينه في التيران هي الجمهور ما غيكونش، والتداعيات ديال هذا عدم السماح للجمهور باش يدخل التيران، مع علم ان كلشي بين حسن النيه ديالو وبين وجده مساكن غيتحرموا انهم يدخلوا يشجعوا فرقتهم، وغيتحرموا انهم يشوفوا الرجاء، وهذا هو المشكل اللي كاين. بالنسبه للوداد وبركان فهي مقابله قويه كيف قال رفيق. الوداد عنده 23 نقطه، نهضره بركان اللي عندها غير 15 نقطه، باغا 3 بوان تكون مهمه. الوداد 3 بوان كنظن غادي توسع الفريق، والوداد الوداد كيشوف بان بركان منافس مباشر ديالو في البطوله الوطنيه هذا الموسم، لذلك هو غادي يحاول على انه يجيب ثلاثه نقاط باش يبعدوا عليه. بركان شفنا كيفاش ضاعت منه، انا كنقول ضاعت منه مباراه رجاء بيضاوي، يعني ضيع ثلاثه نقاط، ما نظنش بانه غادي يبغي ينهزم امام الوداد، وغيبغي دائما يبقى في المطارده، لذلك فغادي تكون مباراه قويه. كاين اختلاف ما بين مباراه بركان مع الرجاء ومباراه بركان مع الوداد، لان جوج فراقي بدو ستيل ديفيرون، ولكن الوداد البيضاوي حتى هي عندها دي غاباري اللي غيقدروا يدخلوا مع بركان في الالتحامات، وغنشوفوا مباراه من الناحيه البدنيه مباراه قويه. مغرب تطواني 16 نقطة غيلعب مع الحسينية 21 نقطة، يمكن تطوان ثلاثة نقاط يمكن تسهل عليهم شوية الروتور، لأنهم عاشوا العام اللي فات محنة صعيبة في لالي، يمكن لي 3 بوان يديروا 19 بوان كنظن بأنها تخليهم في رتبة رابعة بخير، ما يكونش عندهم فيها مشكل كبير. الحسينية إلي في كونفيغمي ثلاثة نقاط غتخليه مع الوداد لاست، مع الوداد في الدوزيام بلاص. كنظن المغرب التطواني ثلاثة النقاط كما قلتي، لأن المغرب التطواني عاش ظروف صعيبة مع بداية الموسم، ولكن في الآونة الأخيرة ولينا كنشوفوا واحد الفريق اللي رجع بواحد الطريقة مزيانة. كنظن بأنه كاين عمل كيدار في تطوان الذي الناس مسؤولين للأمور التقنية، وبالتالي فهم غيبغيو يأكدوا تطوان اللي زوين فيهم، عندهم لعبوا 12 ماتش، عندهم كل حاجة أربعة انتصارات، أربعة الهزائم، أربعة التعادل، حتى في البيوت ماركاو 13 ماركا عليهم 12، كاين شويه توازن في كل شيء. نرجعوا للمقابله الاولى ديال خريب قال لي عاوتاني حسيني حنا زعما ملي وصلنا ستان اكسبلو كنشوفوا عاوتاني المستوى ديال تطوان دابا، لان علاش انا ذاك النهار قلت لك انا برافو، لان صراحه كاينين دي جون اللي كنقولها في تطوان صراحه استحقوا يلعبوا في ليكيب بريمير، وباقي الوقت قدامهم كثير، لان زعما لو سونتر دو فورماسيون ديالهم راه مخرج لهم لاعبين اللي صرا زعما تطوان راه بخير. مازال تنقولها وكنعاودها، لان بالنسبه للاعبين اللي كاينين اللي باقيين جايين في الوقت، عندهم باقي عندهم شويه الوقت، غير كي كنقولوا باقي خص رجليهم يبقاو محطوطين، رجليهم يبقاو محطوطين في الارض، وان شاء الله باذن الله. مازال كنقولها وكنعاودها، لان حنا شفنا بعض اللاعبين دابا اللي كيبقاو يهضروا عليهم فرق اخرين، ولكن راه عندهم مستوى ديال اللاعبين الكبار. ما نساوش حموده راه ديجا مشاو خمسه من هادشي اللي كتهضر عليه، ديجا مشاو خمسه ديال اللعاب دابا هما. انا ماشي قلت ديجا مشاو ديك المنطقه غنيه صغيره بالمواهب، ديجا مشاو هما خمسه، ولكن هما عندهم اللي قدام الغار، باقي عندهم الخلف، فهمتني؟ اذا باقي عندهم زعما الخزانه عندهم تبارك الله، وبرافو للحسيني اللي كنقولوا، لان شفنا كيفاش بدا البدايه بن حسين بالحسين حسيني ديال لاكيد بالحسين. لا شفنا المقابله اللي قال لك مشى الخري بقى غير كي كنقولوا هنا بالكلمه ديال ستارتر، ولكن دابا راه صراحه جاب لاتيسي
جاب لاتيزا. داكور نبداو مع المستمع الاوفياء ديالنا، راكم عارفين قبل ذلك بلاغ اللي داروا للجماهير انهم بغاو يسابوطيو الديربي. وما ناخذوهاش بسابوطاج اكثر ما ناخذوها، هذا سابوطاج. لا الفكره اللي داي بعدا واش هو هما بالنسبه لهم اللي داي هو انه القيمه ديال الديربي كل نهار كيديروا في بلاصه، بالنسبه لهم هذا مونك دو ريسبي، ان الديربي بالحموله ديالو بالمركز ديالو في العالم، ان كل صباح تفيق سير دي هنا، وكانوا يمكن يخليو التيران تيتلعب الديربي وعاد لا بغاو يسدو يسدو كوميم بالنسبه لهم. عاوتاني المشكل ديال لو ديبلاسمون مراكش والخوف من ان توقع شي حاجه ولاو هادي اللي قلت لك انايا ما نقدروش هكا اكثر ما ناخذوها زعما فكره كانت واعره، لان بالنسبه لهم هما كانوا تيقولوا دائما حنا اللي كان حنا شكون هما المتضررين الاول، لان عارفين اللي دار اللي دار اللي ما دارش حنا كنعرفين هاد القضيه هادي اللي بات لي انا فكره زوينه. واخا كنعرفوا بين الصندوق ديال الفريق رجع بدا غيضر، ولكن هما فكروا بالتفكير. انا بالنسبه لي كنقول برافو، لان ما بغيناش نشوفوا مشاكل من مورا من قبل ولا من مورا هادي، ما بغيناش نشوفوها. وكي قلت دائما شكون اللي كيتكرفص راهما العائلات هما الامهات هما هما هادو، ما بحوايج اخرى اصلا ماتش دو فوتبول غيدوز كل واحد وكيشوفها من الزاويه ديالو. كاين اللي كيشوفها من زاويه ايجابيه ديال خويا حنا ما قادين على صداع ومشاكل، هذا عام ماتش احنا ديجا في كازا عندنا المشاكل عاد ديبلاسون مراكش، يقول لك لا ودابا فرقه محتاجه لكم. كل واحد والقراءه ديالو، ما هذه سيت اون ديسيزيون ديالهم تحترم. غادي نناقشوا معكم حنايا كاع هاد النقاط. مرحبا على راس العين، راكم عارفين مستمعي الكرام 05 22 226 226 ولا باغ اس ام اس 50 30 ثمن ديال الاس ام اس وسط الدراهم تي تي سي. نبداو مع خليل من جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعديك شي بخير. صافا الله يحفظك خويا. اخويا انا بغيت نتكلموا على القضيه ديال عبد الرحيم طالب اللي سبحان الله كان ما يتفرجلو ورفع الركبه ديالو، اليوم البارح راه ولا مدير تقني ومدرب في نفس الوقت. راه مدرب خارج الميدان ماشي داخل الميدان. لا مدرب. بغينا نعرفوا. بغينا نعرفوا كيفاش داير لها صح بكري دغيا دغيا صح رجعت لي الركبه ديالو. ودابا هو مشى لفرنسا كان دار واحد لوبيراسيون ياك ورجع دابا راه شحال هادي راه واحد شهر ونص ولا شهرين ياك شهر ونص تقريبا شهر ونص بحال هكا شهرين كاع قلتي كرون ماكسيموم شهرين واحد لا شهر ونص بحال هكا ياك قال حسبتي شحال شحال ماتش لعب بعد لعب واحد سته الماتشات ياك واحد شهر ونص شهر ونص هادي ماشي من حقه السيد مزيان غير هو حنا عارفين اصلا كلشي معروف كلشي واضح راه هو اللي غيدرب والاخر غيجلس في بونتوش وغيطلع مدير تقنيات لا ماشي مدير تقني شوف شوف ها راه ماشي مدير تقني مدير تقني في طنجة كتخلصوا الجميع ماشي مدير تقني هذا مشرف عام مدير رياضي دابا هذا هو المشكل هذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب هو كاين لا دي بوست لا بوست عندنا مشكل في المغرب ديال كل واحد دابا كتلقى لا ليست ديال هاد لي ماناجير فهي لا ليست ديال لي زونترينور هي لا ليست ديال باغيين يديروا كل شيء هاد الجوع اللي فيهم جوع قديم ما عرفتش ما فهمتوش انا كنا هضرنا فيها العلاقه العام اللي فات دابا كتلقاها هو خلي خويا بلاصه لواحد اخر كنا هضرنا فيها كي لي زونترينور مشى دار الماناجمنت طنجه دار طنجه بينوا لينا بانه بانه الفراقي في المغرب طنجه وبحال دابا خنيفره العام اللي فات خنيفره العام اللي فات داخو قالوا اش غادي نديروا اجي نجيبوا بغينا نطيحوا عيطوا على ذاك التونسي سميتو زواغي عيطوا عليه باش يطيحوا باش تعرفوا الفكر ها هما دابا يطاحوا بمدرب اللي طيحهم الشباب ديالنا حنا ما يمكن حنا دابا ما عندناش هاد لي زونسيان اللي يلعبوا الكره عندنا 80 واحد عنده الاس ها شيبه ها هذا سميتو شيبو شيبو لا عندهم عندهم ولكن 3 مليون في بي ان سبور ويجي راه شوف راه ماشي قادي تخلي تيجي نهار الحد الحد انا نعطيك انا فكره ماشي خلي تيجي غير اون لو فات انا تفكر فيه وتقدر تهز التليفون وتعيط على اللي كيكون عنده كيحس بشي حاجه اللي كيقول بان راه باغيين ولاد البلاد ولا شي حاجه انت راه ما زعما ديك اللعيبه صافي راه هذاك ما كاينش كاع انا سمعت ديكلاراسيون ديال طالب طالب ما عليه والو طالب قالوا لي اجي تاخذ الفلوس يقول لهم لا ما بغيتش الفلوس اخويا نجي ناخذ الفلوس علاش ما ناخذش ولكن الفكر ديال ناخذ الفلوس هو اللي ولينا خدامين به في المغرب ولكن الفكر ديال المبدا نو خويا
انا هذا العام اما كلشي ندرب راني دربت جديده. سيروا قريوا الغرض ديالكم وجيو العام الجاي انا كاين موجود مرحبا ما كاينش مشكل. وي يكون عندك مبدا راه كاينه الفرص خويا كاين لي جون طالعين انت قول لهم شو راه كاين شيبه راه كاين صابر بن محمود بن محمود صحابي صحابي في ليبيا هو صحابي في ليبيا كاينين اوتور في المغرب راه عطا الله 90 صاحبي 90 ولا مع 80 اللي كاينه في المغرب وحنا نمشيو بينوا لينا بانه راه بحال دابا الكوكب عاود عيطوا على العامري الجيش داخو عاودوا عيطوا على مفاخر سميتو الطنجة ما داخو عيطوا على الطالب وزعما هاد لينو هادو صافي زعما هما اللي غير قام فين مندورو يبانوا لينا زعما ما كاينش شويه التغيير شويه ديال لي جون شويه ديال الزعامه يقول لك جرأه شويه اتخاذ قرارات انا ما نعطيش للشيبه مدرب لعب في الاونيفو لعب في ليكيب ناسيون شبعان كره درب في قطر سيت في التحليل ديالو الفكر مستوى الثقافي صحيح مستوى الثقافي والفكر ديالو الفكر باش كتسمع شيبه كتشوف واحد الفكر ديال بحال الوالد الركراكي حتى هو لا ميم شوز جينيراسيون وحده جينيراسيون وحده جا عطاوه فرصه راه شناه اش دار زعما هاد لي جون هادو كاع لي جون دابا اللي جايين خداو فرصه كلهم خدامين ولا تبقى عادي انت شوف الدوزيام ديفيزيون شنو واقع تبارك الله كاع لي جون اللي خدامين راه فرقيهم مراد فلاح مبينين بان مراد فلاح عشا الفرقه مشاكل الفلوس وكذا ها هو دار دير الف المستوى بغض النظر على النتائج كتشوف شاتك لو ترافاي ديال 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 لونترينور سور لو تيرا كتلقى الناس ساتيسفي من العمل ديالو وكذا وكذا كنتمنوا ان شاء الله ان الامور تغير في المغرب شويه حنا دابا كنشوفوا بحال دابا ليش بقاو علاش نمشيو كاع الجعواني الجعواني ها بركان ها بركان عنده الفلوس بامكانه العام اللي فات اللي كانوا هادو المدربين يجيبوا ها هما عاطين الجعواني ها هو شوف اش دار مع بركان ها هو غادي الله غادي خدام مزيان زعما ما عرفت كتشوف المدربين زعما في البطوله ها هشام الدميعي شنا مست فرقه واقفه اربعه ريال ما كدورش ها هو غادي رغم عادي لانه دار قانون زعما ديال المدربين وتقنت الامور باش ما نبقاو نشوفوا ذاك التنقل كثير من بين الانديه رغم ذلك حنا باقيين كنشوفوا هذه الامور لكن سيرك وي كاين سيرك لا دابا حنا هذا القانون درناه باش نبقاو نجيبوا هذوك اللي ما عندهم ما يدار في بلايص اخرى كيجيو يخدموا عندنا ولا ولا هاد ولا هاد ولا هادو اللي ما بغاوش يعيوا سيرك خويا هادي اللي كيدوروا فيه سيرك خويا دايرين فيه صافي جيب العامري خرج طالب هبط محمد دور هادشي اللي كنا كنعيشوا قبل ما يكون هاد لاشارت ديال بان اللي تري اللي ترينا هنا ما يترينيش هنا وهذا كان هذا السيرك كنا كنعرفوا بلون ترينون كيتريني بخمسه الفراقي في الشامبيون قالوا راه نحيدوا ولكن ملي كترجع عاوتاني وتجلس كتلقى هو لو سيرك مازال كيدوروا فيها وحيد من الناس هذا مشرف عام راه انت ما عندك الصيفه نديروك مدير تقني راه ندير خصنا نقلبوا لك على الصيفه والتخريجه وصافي هذا هو المشكل هذا هو المشكل والخير فيما اختار الله لا اون بليس طالب مريض عنده رجلو عنده مشكل في الرجيله ديالو ودابا انت ملي قلتي لي دابا طالب الى قلتي لي قال لك جيت تاخذ الفلوس اش غتقول راه غنمشي غناخذ كرسي ونجلس ولكن شوف كل واحد يبقى يكون ها كل واحد يكون مسؤول على راسه يقول طالب نهار اللي بغى يمشي من جديد قال انا بغيت نمشي نرتاح مش تكرت حيتاش هي الطالب ومن بعد رجعتي مشى ترينا مشى دار العمليه صاحبي مشى دار العمليه على رجلو صاحبي وقال شوف قال لك طالب غادي يشد الفئات كاع كامله مدربين الفئات كلها تحت يده وغيكون عنده لا ماس سوغ ليكيب ا ها هو دابا في هبط التيران كيتريني بهم واه طالب حنا عارفينك انت مدرب قام مدرب محترم السمعه ديالك اسمك خويا انا راه ماشي ما ديروش لي دفه انا مدرب بغيتوني العام الجاي يجي ومرحبا بكم سيروا قلبوا على شي واحد دابا اللي يكون معكم مدرب اللي ما كانش بونتوش قرب للعاب ويدوز له ميساج غيعطيه من الفوق زعما تالكي وولك الو وي لاباس رقم 7 قول لي كحز عندي شويه ورقم 8 قول لي لا ديبريس الله يا خير لا اله الا الله خير وفي مختار ولكن راه ما عليه والو طنجه انا مازال تنقول راه ما عليه والو ديال طنجه اللي كيعلموا هذا هو العلم العلم هو هذا بغي علمتي على الاول جبتي الثاني بغيتي تعلم عاود زدتي في العلم انت دابا زدتي علم على علم ودابا هذا هو العلم بعيد قلتي واحد غيقول لك جيب تاخذ فلوس وي وغيقدر يقول في البيرو كاع هو كي قلتي في البيرو ورقه وسيرو بلانينغ شوف شوف طنجه اش كيقول لك واحد المثال مغربي اش خصك العريان خاتمه مولاي كانوا بخير مع المراه امورهم مزيانه غاديين بخير قالوا جي 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 شحال هذه ما جبنا الصناع شحال هادي ما درنا المشاكل شحال هادي ما كحلناها اجي نجمعوا كاع داكشي اللي درناه في هاد الربع سنين ولا خمس سنين نديروا فيه دابا
جراو على المدرب، اختيار ديال المدرب من بعد منه كان فاشل، من بعد عاوتاني اختيار ديال المدرب ها هو دابا فيه مشكل. الانتدابات الاولى ماشي هي الانتدابات الثانيه، ما كومون بعدا جابوا العفل اونيفو برافو عليه. ولكن خويا عندك هذه الفتره ما بقات عندك فيها ماتش مع الزمالك، خسرتي ربحتي تكاليفيتي ما تكاليفيتيش، غير خسرتي مع الزمالك زعما ما كاينش اشكال، جبتي انتدابات مزيانه، جيب اعطي. حنا كندورو ديما حدا حدا ريوسنا حدا رجلينا، درناق قلنا جي شكون بن شيخه، طيب بن شيخه فين باقي غتجيبو؟ خرجتيه بالمشاكل وبصداع الراس، فين باقي غتجيب بن شيخه؟ راه كاين لي جون اصاحبي، هذه فتره ديال اونسيان جوار ولا فتره ديال ان جون اللي جاي يقدر يدير معك بفكر جديد. وعندهم واحد اخر هو الود البلاد نيت اودي سيمون. سيمون لا هو سيمو صافي سيمو خذا واحد التوجه اخر، خذا توجه اخر مانجر جينيرال. ودابا خلينا سيمو يعطي مانجر جينيرال، نجيب طالب واش طالب مانجر جينيرال؟ انا ولد البلاد عندهم ودابا وتا هو هو كان معنا هذاك النهار جمال جمال عليوي ها هو دوها لي زونسيان لعبوا في الاونيفو كيتر خذاو لي ديبلوم في الاونيفو ها هما موجودين و90 ا 90 ا بالي كطالب ويلي يا صاحبي يا لي جون ام خلينا نذاكروا الذاكره شدنا عاوتاني الياقوت يا يورينا خير في مصر خير في مصر والله. مصطفى من كازا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اخويا العمري. الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك والاخوان اللي معاك في خربوش واليوم كاين معاك ان شاء الله رفيق. رفيق سي رفيق مرحبا. مرحبا سي مصطفى. اللاعبين اللي بغينا هذا هو النموذج ديال اللاعبين اللي بغينا خويا في البطوله، كره ولا ديسيبلين. وي وي كنقول لك تبارك الله عليك اخويا وكنحبك في الله. الله يحفظك خويا العزيز. وبغينا بزاف اخويا من العماري في جميع القطاعات والمجالات خير وفهم ماشي غير في كره القدم. الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك. الناس صحفيين بحالك اخويا اللي عندهم غير على هاد البلاد وبغاو هاد زيد القدام، ما كاينش شي حاجه كثير امور واضحه اخويا. هذاك الشيء اللي كاين ديالي ديالي ديالك ديالي. الله يرحم ليك الوالدين، حيت كاين الناس بزاف اللي ما تيبغيوش الصراحه. شوف اللي ما بغى الصراحه ما عندنا ما نديرو ليه بشي يشوف شي بلاصه خذ راحته، ما عندنا ما نديرو حنا. واش واحد ما باغيناش حنا نهضرو عليه ما نهضروش عليه ما نعطيوش حتى الوقت نهضرو عليه. الله يرحم الوالدين. راه باغيين نزيدو قدام حنا بغيش نرجعو. الله يرحم الوالدين. الناس معطلين قطار التنميه اخويا في هاد البلاد، قطار التنميه اللي غادي به سيدنا الله ينصرو محمد السادس الله ينصرو. وي هما معطلينو ما عرفش شنو من مصلحه عندهم، مصلحه ماديه لا اقل ولا اكثر باين. وي كل خير كل خير ان شاء الله. ولو سمحتي اخويا السي عمري عندي واحد الرساله كنوجهها للسي فوزي القشع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه على المجهودات اللي كيقوم بها في سبيل كره القدم المغربيه. ان شاء الله ان شاء الله. وكنوجه تحيه رجاويه لجميع الرجاويين في العالم اللي هما راس المال الحقيقي ديال الرجاء. وي وي والسي تحي جمال خاصه وكنقول ليه الله يوفقك وتحيه للناس ديال المدينه القديمه. مرحبا مرحبا. الناس ديال السبعينات جيل ديال السبعينات والثمانينات وداديين ورجاويين بحال بحال، حيت ديك الوقيته كنا بحال بحال. كانت الروح ولا ديك كنا كنمشيو للتيران مجموعين مع مرة تفرقنا. نتمنى ترجع يكون خير ان شاء الله يكون خير. مصطفى مشى مصطفى عثمان من كازا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حنا الناس صاروا. وي تفضل. اتصلت مرحبا. الو اتصلت الصباح واليوم عندي الزهر دوز معكم دو فوا على قبل واحد الموضوع اللي بصراحه بردتني هذه الايام اللي هو لامبليكاسيون ديال لي بوليتيسيان في وسط المجال الكروي. ما غاديش نهضر على الكره تمنيت نهضر على الكره، ولكن الكره الحاله اللي كنشوفوا دابا في الكره ما كتعطيكش رغبه انك تهضر عليها. يعني كنشوفوا دابا اكثر من النصف ديال الفراقي كيلعبوا بلا تيرانات. صافي ان ما عرفتش انا فين الشخصيه ديال الرؤساء وعلى راسهم الديات باش غادي يقدر يرد يعطي الراجل المكانه ديالها ويقول لا قدام نقدر نسميها التخربيق هذا اللي كاين والراجل غادي يبقى في الساق الاكوش يضروات. نرجع للنقطه المهمه اللي هي لي بوليتيسيان ولاو كيستعملوا الكره كوم ان نوتي باش يقلبوا على قاعده جماهيريه. انا كنقول لهم الناس ديال السياسه سيروا السياسه، الفيفا كترفض ان السياسه تامبليك في وسط الكره. الناس ديال السياسه عطونا استقرار، حنا كنا كنتمتعوا بالكره خلونا نتمتعوا بالكره. كانوا كاين اللي كيقول لك باللي ان ولينا كنشوفوا الشغب والمشاكل باللي جاو لي زولترا. انا ما عمري ما انتميت لشي اولترا وكنقول لهم باللي هذه 20 عام وانا كنمشي للتيران. الشغب باش حتى دخلوا سياسيين في المجال الكروي
ملي دخلوا السياسي ولا كي بدا المشاكل ولاو كي امبليكيو دي جون سوا ديزون كنسمو لي زولترا وبعيد عليهم انهم يكونوا سمو لي زولترا باش يوصلوا لاهداف معينه وكيديروا الفتنه ويديروا المشاكل اللي حنا بغينا نبعدوا منها. عثمان يمكن اخويا عثمان هذه القضيه هذا واقع انا كنشوفوا الان الا ما قلناش واحد 80% ديال الرؤساء ولا ديال الناس اللي في الرياضه كلهم في السياسه غير اللي بغى السياسه يمشي يديرها بعيد على الكره فاش الصفه ديال الكره مهم. قال واحد النقطه مهمه سي نورمال لان فاش ما كتحسش بان السياسه ديال البلاد والاحزاب عندهم في ال... في ال... في البرنامج ديالهم الرياضه هذا هو المشكل هما الرياضه كيبغيوها باش يتشهروا باش يتعرفوا باش تولي عندهم واحد القاعده كياخذوها كوسيله هي اللي كيقدر هو ياخذها في ولكن خدمها وخدم الرياضه اثرها وخدمها وانفيستي فيها باش تعطيك ماشي تجي تاخذ غير ليماج ديالها ولا تاخذ غير الشهره ديالها ومن بعد تلوحها وتزيد سي صال بروبليم عادي الخويا راه خصنا التخصص السيد راه كيهضر راه من واحد المنطلق اللي هو صحيح عنده الحق لان التخصص انت الا بغيتي الرياضه سير ليها واعطيها وبقى فيها واستافد منها ما كنقولش شي حاجه داكور ناخذوا مستمع كرام فاصل موجز اخباري مع السي محمد بوتوزاز ونرجع معكم راديو مارس et musique. سمعنا الكرام اهلا بكم اليوم ثلاثه ديال الماتشات برسم مؤجلات البطوله الوطنيه الاحترافيه عند دوره 13 فالوداد البيضاوي غيستقبل نادي بركان مع ثلاثه ديال العشيه في نفس توقيت مولودية وجدة غيستقبل فريق الرجاء البيضاوي مع 8 ديال الليل فريق المغرب تطواني غيستقبل فريق حسنيه اكادير. غياب بكر الهلالي لاعب فريق نهضة بركان على الفريق ديالو خلال الماتش اللي غيحل فيه اليوم نهضة بركان ضيف على الوداد بملعب الابجيغو غيتحرم فريق البركاني من بكر الهلالي بسبب جمعه الاربع انذارات. طالب مكتب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم من لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية بتأجيل الماتش ديالو امام اولمبيك اسافيل مقرر اجراؤها نهار الاربعاء المقبل. وحسب مكتب الفريق فإن الرجاء ملتزم برحلة طويلة إلى ناميبيا باش يواجه فريق أفريكان ستارز. أشرف عبد الرحيم طالب المدير التقني بفريق اتحاد طنجة على أول حصة تدريبية للفريق بمعية الطاقم التقني للنادي وش عرفت الحصة التدريبية حضور كل من رشيد حسني والكونغولي موكوكو. غير رجع الدولي السابق سمير نصري لكرة القدم من بوابة ديال نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي بعد الإعلان الأخير البارح على التعاقد مع لاعب خط الوسط مع انتهاء مدة الإيقاف المفروض عليه بسبب المنشطات. راديو مارس 100% سبور و موسيقى. يقدم لكم مباشرة من مارس البرنامج اللي كتعيشوا فيه مباشرة جميع مباريات البطولة الاحترافية البطولة في قسمها الثاني بطولة الهوات مباريات الدوريات الأوروبية بحيلة لك توب تيران تابعوا مباشرة من مارس مع كوتي سبور كل سبت واحد من جوج الساعات العشية على راديو مارس مباشرة من مارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة MTGS معا بروح رياضية. منافسات البطولة الاحترافية على راديو مارس مؤجل دورة 13 مولودية وجدة كيستقبل بالملعب البلدي الرجاء الرياضي بدون جمهور تبعوا هذا الماتش ما بين مولودية وجدة والرجاء الرياضي نهار الأربعاء مع 3 ديال العشية مباشرة على راديو مارس. راديو مارس 100% سبور و موسيقى. العلماء د مارس هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور MTGS معا بروح رياضية. رجعنا معكم مستمعي الكرام دائما في راديو مارس. قرأوا غير بعض لي اس ام اس ديال المستمعين الاوفياء ديالنا. السلام صباح الخير عليكم. السلام الله يجازيكم بخير. واش الديربي ديال الرجاء والوداد يتلعب ماشي في كازا واش ماشي هذا مشكل؟ مشكل انا متفق معك سافري
سلام عادي يسلم على رفيق وخربوش جيب لينا البكاوي ولا حد قال الدواسة ماجد من كازا. شوفها ماجد عيطنا على سي حدقة هذه دابا شهرين وحنا تابعينه باش يجي كل مرة واخا إن شاء الله واخا عنده التزامات حنا ما كنقولوش كيقول لنا واخا زعما راه ما باغيش يجي مي عنده التزامات. آخر مرة عيطنا عليه كان عنده لوناف ياك عنده كل مرة وشنو مي إن شاء الله حدقة يجي حنا كنعرفوا حدقة تواصل وداك الشيء يجي مرحبا باش نهضروا معاه على كل مرحلة ديال الذهاب نديروا لها تقييم مع سي حدقة. البكاوي غنشوفوا معاه إن شاء الله يقدر يجي عندنا مرحبا ما كاينش مشكل. سلام خويا عادل واش السفري عنده الأ وي عنده الأ وي خي عادل بغيت نقول لك ما كاينش شي عالم قدك أخي من هنا طنجة ما كان عارفوش نعلمو واخا حنا هاد المكتب كاع ما دايرين عليه ما داين عليه ما رادين عليه ولا ما داين عليه من ما عرفش داك الشيء. السلام مهدي من البيضاء عبد الرحيم طالب استراحة من الجديدة وكان باغي بدل الأجواء والتصريح العجلاني غير في ليس في محله في غير محله في غير محله ماشي مشكل. واحد قضية الطالب ما بغاش يستراح من الجديدة لأن المسؤولين ديال الجديدة هما اللي قالوا لي سير استراح أقالوه يمكن روجوا لينا الهضرة ديالنا وحنا ومسكين وضرياف وحنا وكذا ما هو كانت العلاقة بين حيت في الطف في الجديدة كاين جوج ديال ليكون كاين سميتو عبد اللطيف وصلاح وطالب ومن معاه و الجهة الأخرى ديال المعارضة وداكشي هذوك المعارضة وداكشي كان عندهم مشكل ديال طالب ديال اللعابة ديال المكتب ديال 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 وطالب كان داخل مع عبد اللطيف وداكشي ملي ناض الرواج وكثر الصداع في المدينة وداكشي قالوا اش غنديروا ما نديروا نضحيوا بطالب حيدوه ونتهناوه طالب تفاجأ قال له كيفاش المهم داروا السيناريو باش من المستوى اللي كان يقدم واش دابا جديده مع طالب ماشي جديده مع فيلم انا تنقول لك انا هذا كان كيدير خدمه كبيره واش نرفع فارق في توني ولا خسر عادل لا الا خسر كان كيقدم لك مقابله بعد جميله ما تنساش راه ثلاثه المواسم تقريبا اكثر جوج ونص هو الاول عام جوج ونص خصهم ثلاثه المواسم في جوج في نص دونك ملي كتكسب ثلاثه المواسم ثمان سنين واقيلا راه هذوك اللعابه مع ذاك ستاف راه الناس مجموعين تروازا راه ما يمكنش ما يعطوكش واحد المستوى صافي اللعابه راه ولاو بلا ما يهضر معاهم طالب كيدخلوا كيديروا ذاك الشيء البين واضح عارفين شنو كاين مي بون مي المشكله عندنا حنا في المغرب مشكله عندنا في المغرب تابعين الفلوس هذا هو المشكل الحقيقي اللي كاين في المغرب دابا كتلقى انا ما كنهضرش دابا على طالب كنهضر بصفه عامه المشكل اللي كاين في المغرب باش الناس عارفين ولكن حنا كنبداو نغطيو ديما السماء بالغربال وداك الشيء ديال الهضره عرفتي ديك الهضره اللي ما كتوكلش الخبز الشمس حنا المشكله ديالنا ديال المسير والمدرب وبليز او موان اللاعب كلشي كيقلب على الفلوس مدرب فاش ولا كيمشي الفرقه ما كيبقاش كيقلب على يدير السميه ولا كيفكر يدير الفلوس دغيا كيجيب عشرات اللعابه كيبزنس فواحد خمسة ستة وكيدوز المسير تا هو كيقول خويا انا راه اربع سنين قدروا تقلبوا عليا كيولي مبزنس كيجيبوا واحد لاجون جوار كيبزنس مع المدرب ومع الرئيس وهي غادا بزنس مع بزنس مصلحة الفرقة يلا يلا خرا يلا خرا ونكمل نمشي معاك في هذا النهج كاين لا في هذاك اللي قلتي انت الفلوس اللي ديك الساعه هذه ديك الساعه ديال الحاج الترابي حتى هو الربح العالمي ديال الميركاتو لا بحال دابا انا بارده ديال الله انا غنحاول انا غنصيفطك كي قلتي المدرب عنده شخصيه تيقول لك لا سيدي انا غناخذ حقي كامل ولي ونمشي معاك اللي تيجي واحد اخر تيقول لك مسيرين دابا مسيرين دابا مسيرين ولي زاجون والمدربين مقلقين عرفتي علاش؟ حيت ما لاقينش اللعابه اللي بزنسوا فيهم. ما منين غيجيبوا هاد اللعابه ما كاين والو خويا هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. ولكن دابا اللاعب اللي كيبان لك بان مزيان حتى هو كيدوخ لان علاش؟ سيرتو الا كان ما عنده لا اجون لا والو هذوك لي زاجون اللي كيدوروا قلبوا كيلقى راسه هذاك اللاعب معيطين عليه شي 15 اجون تيقول لي خاصك معايا لان غير هذاك الاجون شام
بيننا راه باغا شي فرقه. وا عاودتي شغنقول لك وصافي خلي داك الشمال راك. موضوع ثقيل ديال لا لا هذا موضوع خصو الشرطه القضائيه. كاين اللاعبين اللي انا كنعرفهم ما عندهمش لي زاجون ولكن ملي تألقوا زعما تألقوا في هاد لابيريود ولا كل نهار كيعيط عليه واحد بغيتك تكون ديالي بغيتك تكون معايا انت فين كنتي شحال هادي دابا عاد ملي سميتي فيا راه غادي يجي فيها شويه سيف صيريف ديال دابا بغيتيني دابا. اخ قال لك اسيدي ابو زياد من المحمدي احسن منقب على المدربين هو فخر الدين فجر الدين ولا فخر الدين بعد من فخر الدين بعد منه سيدي مابقاش بغى يدرب عطيه اتساه مابقاش بغى يدرب فخر الدين بعده منه صافي فخر الدين دابا مدرب ديال راديو مارس بعده من السيد عطيه اتساه. قال لك سيدي السلام عادل معاك رضوان من كازا بغيتك تسول رافق وحموده واش يقدر اي شخص يكون مدرب؟ لا بالعكس التدريب عادل شوف بغض النظر ما تهضرش عليا انا التدريب راه موهبه راه بحالو بحال 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 اللعب الا ما عندكش الموهبه غتمشي تلعب في البحر ولا غتمشي تلعب ميني فوت ولا غتمشي ولكن باش تلعب كره القدم خص تكون عندك واحد الموهبه هذه الاولى الكره كتثقل والتدريب حتى هو كيتثقل باش بلي كونيسونس تكون عندك دي كونيسونس في الفوت تو سكي تكنيك وتاكتيك وفيزيك اي اون بليس كتكون عندك واحد الشخصيه وهذيك هي البليس امبورطون شخصيه حيت اهم حاجه انا نجاوب هذا الوليد على واحد السيد على واحد القضيه راه اهم حاجه في التدريب سي لا جيستيون دو جروب كيفاش جيري لو جروب ديالك راه اهم من لي كونيسونس ديال الفوتبول اللي هما تكنيك وتاكتيك وفيزيك يمكن هذاك كيكون عندك ادجوان كيقدر الله جوين يعاونك ويقاد لك ويصايب لك ماشي شخصيه باش تكون قيادي وباش سيرتو دابا فاش كتشوفوا في اوروبا وفي العالم كنشوفوا مدربين ناجحين بالشخصيه مي ستاف كيدير لهم كل شيء هما كيبقاو كومون جيغي لو جروب وكومون جيغي لو ماتش فوالا هادشي اللي كاين مورينيو نجح كنهضرش بالتاكتيك ديالو اكثر من نجح بالشخصيه ديالو القياديه لان ملي كيلعب عادل شوف انا ملي وجبت دزت لعاب ملي كتشوف ان اونترينور اللي كيهضر معاك كتحس به بانه عارف شنو كيقول دونك انت اوتوماتيكمون كتامن بداك الكلام ديالو كتفتيرا كتعطيه بوان فينا حموده وانا نقدر ما متفقش معاه لان حنا لا كنتي غتهضر على الكره ديالنا هنا في البلاد انا بالنسبه لي ما يمكنش لان حنا دائما الجيري جروب وي ولكن باش جيري هذوك المسيرين امبوسيبل انا نعطيك مشكل لان كل مسير كيشهر معاك في شي حوايج اخرى اللي غادي يدخلوا معاك في اللي اكسترا على الكره حاجه حموده يجري المسير لا باين المسير باش كيتجي راه باينه والدعم كنقول لك انا هادي لان شوف انا كنهضر انا على قناعه ديالي تاع انا كنهضر على راس مسيرين اللي كيعطي راه كذاك تشاش لان كاينه شخصيه كتقول لي لا ما تهبطش عندي الفيستير ما تجيش تهضر معايا فهمتيني راه والله العظيم راه كدز الدور مع بحال هكا كيبان لك عاوتاني كيهضر لك مع شي جوج دراري ولا ثلاث دراري راه ما كيخليوكش انك دير الخدمه الكبيره شي هادشي اللي كتهضر عليه هو لكن انا غندوي على مع البويضي لاصق في كل شيء ما بان فاك حتى حاجه ولكن ما سمعتيش سعيد الصديقي اش قال لك ذاك النهار اش قال لك هو اللوجيك لا اش قال لنا سعيد الصديقي ذاك النهار ملي كان معنا هنا قال لك انا في العادي ملي كان داز معاه في الاول كانت لقى معاه مشاكل قال لك ولكن دابا يا انا طلعت عنده ولا هو تهبط عندي واحد فيهم اوتوماتيكمون علاش قدروا يجيروا الجروب ديالهم وغادي مزيان ولكن هادي واحد راه كنهضر لك مع الاخر حنا راه مازال تنشوفوها راه كنقول لك كاينين شي وحدين حاج شكري تا هو لا ميم شوز حاج شكري في الحياه العاديه الله يعمر هضر غا كيحل الباب ديال التيران وكيدخل كيولي واحد اخر مجذوب مي سي سا هادو استثناءات هادو استثناءات انا نسولك واحد السؤال دابا كتهضر مع فلاح مراد فلاح كتقول لي المشاكل وكت كيقول شو عادل خلي المشاكل انا عندي احسن حاجه شنو هي مراد تا واحد ما كيدخل فيا في التاكتيك في اللعابه في لي ريكروتمون انا كنخدم اليز الرئيس كنهضر معاه في كل ما هو الفلوس اللعابه لي بريم اما الكره سي موا ها هو مرتاح راه شحال غتجيري راه مازال تنقول لك راه غتدخل في كونفلي مع المسؤولين انا ما كيوفروش ما كيوفروش في كونفلي سير بحالك شوف عادي ما كيوفروش المسؤولين لا عادي حمود اسمعني انا راه كنكمل الفكره ما كيكملوش معاك ما كيكملوش غاديين معاك في لو ريتم ما كيزوجش ما كيبقاش غادي معاك في لو ريتم ديالك هو العادي في الاخر هو انا مازال تنقول الامكانيات ويعطوك اتساع تقدر اي مدرب ينجح انا نقول الا ما عرفش يجري الجروب ديالو والله كان والله ما ينجح بالله الا ما كانش واخا لا واخا نعطيك انا مسيرين يمشيو معاك دير اللي بغيتي ونبعد عليك وانا الا ما قدرتيش تجي لي جروب عندك 8 الناس ما كيلعبوش والله ما عرفتي الوداد هو عندهم جميع اسمح لي اللعابه الفلوس كذا كلشي متاح وجاو دابا جوج ثلاثه المدربين ما قدروش ينجحوا عادي انا اللي فهمت من انهم ما قدروش يجيريو الفيستيار
لان بحال دابا غوني جيخار مشكله ديالو هي اللعابه هي الفيستير. هذه ما تقارنش بنزرتي العكس ما تقارنش البنزرتي مع ما غنقولوا واحد يلا غيبدا ولا يلا كي قلتي انت عندهم بجوج عندهم 40 لا راه كان على الديزونترون اللي قال لها غادي يبداو لان انتما كياخذوا على اكسبيريونس فهمتيني انت خلي لي هذوك العلماء ديال بصح فهمتيني شوف كاين علماء وحدين هما اللي كاينين هنا العلماء كاينين هنا الساعه كاين واحد القضيه اخرى اخويا عادل دابا اش ملي كتهضر على العناصر المكونه الفرقه شنو هما كاين لعابه ديريجون اونترينور كيبقى جمهور هذا هو اللي كيخدموك هاد الناس كاملين راه اهم حلقه هي اللعب هي اللعابه راه هو اللي كيدخل التيرا راه هو اللي كيكونسونطرا هو اللي كيتريني هو اللي كيدير كلشي شي هذا كي الا ما عطاكش سالينا شكون هو المسؤول عليه الاول المدرب سي لونترينور انا نقول لك هذه قناعه شخصيه امور واضحه شي شي بعيد والله الا كاديغ عندنا العليم والله تبارك الله عليك اوديها كاديغ الله يرضي عليك الله يرضي عليك اوديها كاديغ عليم ولا ماشي عليم هذا عليم من العلماء ديال راديو مارس هو كاديغ انا افتخر بك اوديها سي كاديغ تحيه كبيره للسي كاديغ عليم ديال راديو مارس داكور نواصلوا مع المستمعين الاوفياء ديالنا نمشيو عند سعيد من طلقه ما قريناش لي زي اس ام اس سمحوا لي نقراو لي زي اس ام اس قال لك السلام معاك عبد القادر الله فين خرجتك خرجتي لي من طنجه خاي عادل جيب لينا ابرشان في الدوسه د مارس ان شاء الله نجيبو ابرشان مرحبا قال لك سيدي السلام خويا عادل معك مصطفى من طنجه ضحكتيني ملي هضرتي على الزواغي حتى العجلاني اللي بغى يطيح يجيبو نو سي با لا ميم شوز الزواغي طيح واش نقول لك طيح جوج المرات خنيفره شفنا في مراكش كان غيطيحهم المسيره طيحهم حتى هما كان غيطيحهم حسيمه الى فاي طيحهم العجلاني جا لقى افريقيا قاد لي فؤاد الصحابي باقي عاقل كانوا غيطيحوا الصحابي جا كرافق جا داروا بسات يمين داروا افريقيا مزيانه جا هو العام الاول كان عنده ديفيكولتي العام الثاني دار بطوله لا دار كاس العرش اختار كاس العرش ودوزيام في بطوله كاس العرش وبطوله ولعب دور مجموعات كنظن بانه يمكن في السعوديه وداك الشيء عنده قطر وداك الشيء كان خريطيات والاهلي وداك الشيء في السعوديه وداك الشيء مي مدرب زعما عنده امكانيات عنده امكانيات ماشي ديال الطيوح مي بون عنده واحد الفكر متواضع ماشي متواضع ماشي متواضع متواضع مدرب متواضع دار لي اللغه العربيه دار لي اللغه العربيه متواضع هاد الكلمه متواضع واخا قالك قالك السلام خويا عادل العمري معاك نبيل من كازا تحيه لك والناس اللي معاك بغيت نسولك الله يحفظك واش الرجاء دارت شي انتدابات ولا والو سؤال ثاني امتى غنعرج داك الشيء غن الديربي ديال الديربي وفين والسلام بقاش لاعبين الديربي وفين والسلام ياك لاعبي في مراكش مع الجوج نهار الحد الرجاء واش دارت انتدابات جوسكا ماتنو باقا ما كاينه حتى شي حاجه رسميه كيف قلنا كاين ناح وكاين نقا جوج ديال اللعابه ما عرفتش ندير لهم تقييم انت ماشي سير ما يقربوا نقولوا بدات خليهم يسيني يمكن قال البارح صافي فطاو معاه نناح حتى هو لا ميم شوز ان جديده ديجا باغيين يتفكوا لان نناح باقي لي 6 شهور اللهم يدخلوا فيه فليسات ديجا هو كيتسالهم بزاف ديال الفلوس راك عارف حيد اللي حنا واش كان يلاه نقص شويه ودير ماشي شويه نقص شي اللي كتسال الله يسهل عليك ديما الفرق يلا هضرتي على قلت لك دابا كاين اللاعبين ومسؤولين تيقول لك باغي الفوز ديك الساعه اما ما اللي عنده شخصيه تيقول لي لا سيدي حقي غناخذو ما بغيتيش دابا غنتسنى خمس سنين انا وناخذ حقي انت غادي تحيد لي انت اكثر من 50 غادي 70% تحيدها لي وتجي تقول لي خذ هذا الكاتا هو يا كنظن بانه عمو اللي هو لاجون ديالو قال لهم عام ونص ما نزيدوش الكونترا كنظن بانهم تفاهموا هاد الجوج هما اللي كاينين جوست كامات هاد الشيء اللي عطى الله اخويا ساعه اخرى الله اعلم سعيد من طنجه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سي عمر هذا العمري اي اخويا العزيز التحيه الرياضيه لي لك سي عبد الصمد سي خروش مرحبا سي عبد الصمد كان لاعب ديال اتحاد طنجه انا ما نهضرش لاتحاد طنجه اللي قلته راه شافي كافي عندي واحد التدخل على بال على التكوين ما ساعدنيش بال كنت كنسمع سونداج على التكوين اي التكوين وي ما
ما ساعدنيش الحد باش نتصل به. كنقول انا عندي واحد تدخل بان منين ما بقاوش الملاعب ما بقاش اتساع بحال اللي كنقولوا في طنجه وما بقاش اتساع ما بقاتش بلايا ما بقى لا تكوين لا والو. فرقه كتجي كتجيب ملاعبين هنا ملاعبين هنا بحال اللي قصارين عاد الفرقه تدخل غلبتي ما غلبتيش اه العام اللي ما جا نعدلوا فرقه العام اللي ما جا نعدلوا فرقه راه ما كاين لا فرقه لا والو لا ما كانش التكوين الاسس ديالو العلميه ويكونوا مراكز التكوين والمدراء التقنيين هذا هو الا بغينا نهضوا بكره القدم الا ما عملناش هذا الشيء هذا راه دام دام بحال الحلقه مفرغه هذا جا رئيس جا ملعبيه ديالو هذا مدرب صاحبه هذا الملعب ديالو حنا ملي كنا صغارين في طنجه كانوا عندنا بزاف ديال الملاعب كان عندنا واحد ملعب الشريف عبد الصمد يقدر يكون عاودوا له عليه صافي صافي ملعب الشريف كانت عندنا بلايا كان عندنا ملاعب ديال الوالد ملاعب دمغوغه كنا الصباح كنا كنقراو شي الاربع في العشيه والسبت والحد كنبداو نلعبوا الكره نهار كامل خروج كتجبر طرد الارض حداك انت كتلعب انت كتعلم داكشي موهبه من عند الله وهادشي ما بقاش ولا ما كانوش مراكز التكوين على حقهم وتلقى بحال اللي كنقولوا راه الكره ديالنا ماشيه الهاويه وشكرا. شوف استثناءات قليله في مراكز التكوين كنظن بانه دائما الواحد فاش كيدير شي حاجه زوينه كاين الواحد كيبقاو يترحموا عليه بها بحال دابا ابرون الناس ديال تطوان خصهم يبقاو دائما يجبدوا ويقولوا ليه الله يرحم لك الوالدين السي ابرون الله يجازك بخير لان اللي خلى لهم واحد انا كنقول ليه كنز كنز لانه حتى الطريقه باش جابوا بطريقه ديال شي واحد اللي كيبغي مدينته وكيبغي المنطقه كلها لانه الارض كانوا غيديوها لهم شي وحدين بغاو يبنيو فيها الاراضي وبغاو يبنيو فيها الديور لان جات على الطريق جات على الطريق ناض حيح والضارب ومشى وهذا خداها لهم صحه ارض كدير على 20 و30 مليار خداها صحه وناض عاوتاني كيضارب وناض حيح وكذا وهذا ومشى للجامعه وداك الشيء وخذ الدعم وصايب مركز تكون شي 10 مليار ديجا عندك غير في يدك واحد 30 ولا 40 مليار بين الارض وبين لو سونتر وعاد الكنز اللي كيخرج لك هاد لو سونتر اللعابه ديالو هو ديال لو سونتر جاب بهم جوج بطولات ومشى بهم تشامبيونز ليغ ومشى بهم كاس العالم في الانديه ودار سميه وفي الاونه الاخيره عادي راه داير تنقيب في المغرب كله جاب لعابه من اكادير وجاب من المحمديه برافو عليه يمكن فكر ديال ابرون يمكن اعتمدوا عليه واحد الفتره وكان زعما كان موديل يحتذى به ديال لو سونتر ابار سا فكر شكون اللي عنده سونتر فكروا معايا شي واحد عنده سونتر شي فرقه اسفي عندهم سونتر مستوى الله يذكره بخير سي اسميته غيبي سي احمد غيبي سي احمد غيبي الله يرحم ليه الوالدين انا وعطاته هو الشيء كثير سونتر في المستوى في التوب هو الفتح فتح عندهم سونتر مستوى لي فار مستوى عندهم سونتر عندهم سونتر عادي هذاك السونتر ما خدامش غير اللي عندهم وكيحنا ما تنقولوش اللي غير كنهضروش على السونتر ديال الفرقه كنهضروا السونتر دو فورماسيون الفتح الفتح واعرين داروا سونتر واعر وفي امكانيات كبيره وجابوا حريفي جابوا عادل المتني اللي كان في الرجاء هاد اللعابه كلهم اللي دابا كاينين بانون وحافظي وكانوا مع عادل المتني لانه هو اللي كان شاد السونتر ديال الرجاء ومشى للفتح حنا كنشوفوا السونتر ديال الفتح في المستوى الكبير ها هو بدا كينتج الاكاديمي خلاص هذوك محترفين مستوى عالي بزاف عادي لا نهضر على الكلام اللي قال السي واحد سالينا الكلام اللي قال السي سعيد من طنجه هضر على بانه قبل كانوا الملاعب كيهضر هو على الملاعب ديال الاحياء ملاعب القرب راه بالعكس راه دابا مني ولاو عندنا دابا ديك الوقيته ملي كانوا غير الملاعب الاحياء كنديروا لا فورماسيون عشوائيه وكنتسناو يخرج لينا شي نابغه وديك الساعه كانوا كيخرجوا لينا الناس كتلعب بزاف فخدات ليكسبيريونس خدات لا فورماسيون راه في هذا الوقت ملي عندنا ملاعب والتعليم اكاديمي وداك الشيء دابا خاصنا يكون عندنا دابا هنا فين خاصنا يخرجوا لينا لعابه في المستوى الكبير هذا هو المشكل دابا ولاو كيلعبوا بلاي ستيشن اكثر ما كيلعبوا والمهم راه ثقافه البلاد ثقافه البلاد هو دابا اللي بغى يهضر على السيد ديال الزنقه كانت كتخرج بزاف ديال اللعاب اي واخا دابا حنا عندنا لي سونتر هما كاينين حنا نديروا على لي زيكول حنا غير لي زيكول دو فوت اللي كاينين انا عشت في واحد الوقت فتره في الرجاء كيجي حتى ديك لو بارون ملي كيجي راه كيجيب لك هذا تيقول لك ديروا ميسي ديروا 10 ما كاينش واخا تغازي تبغي زعما
زعما اورينتي زعما غير لا راه الدري لي كاليتي ديالو اري دروا اري غو ستوبر ملي كيجي تيقول لك با ولا سيدي انا قلت لك سيدي هذا خاصو انا اذا غير كل ما نقول لك انا بلي بار هادي بلا ما نبقاو نخربوا لا بلي بار مشكل انا جيب لك واحد ولدو وراه كيكون كويري ماشي ما تيكونش كويري يقدر يكون كاع زرق كاع ولكن كيجي تيقول لك لا سيدي انا بغيتو يكون لاعب 10 هاد السي باش غندير ليه شوف شوف حنا دابا ما عمر غتنجح خربوش خربوش هادشي كتهضر عليه انت استثنائيات حنا كنهضروا على الاونيفو اونيفو فاش كيجي اللاعب كيدخلوا لك الفتح باه غيجي من الباب راه ولدك الله يعاون عليك الله فتحوا واش دابا في الفتح غيجي واحد غيهضر مع هادي الاثنين يقول لي لا انا بغيت ولدي يكون 10 ومن الباب غادي يحط ولده غيمشي فعالو هادشي قديم ديالو انا ولدي بغيتو يكون 10 راه ماشي قديم راه شي جديد دابا هادشي حيد علينا سير فعالو هادشي راه جديد راه جديد هادشي كاين في الرجاء والوداد عرفتي المحبه والاخوه كتلقاه ولد حيا حجه عند مدرب صاحبو حيت عارفو حياحة العب لي ولدي وانا لي ولدي والراجا لاسيني ليه كون قديم هادشي دابا لي جون لي جون لي جون يا لي سونتر دابا او نيفو دوز من حدا الاكاديمي دوز من حدا الاكاديمي وهضر مع شي مدرب ما يشوفوش تافك وانت ولدك يلعب بعدا لا كان كويري لا كان كويري غيدخل والله ما كان كويري الا داز من حدا وما كانش كيقرا مزيان بعدا الاكاديمي الفتح ناس بروفيسيونال حريفيه طنجه تانا تطوان صايب لهم ابرون سونتر من المستوى العالي الوداد اما دابا راه يمكن صايب واحد السونتر تما في المستوى العالي الرجاء شنا كاع دوزوا كاع دوك كنرى عنده مشروع اكاديمي راه مازال ها راه ما بقى ليها شحال بقى لا والو والله اكاديمي مستوى عالمي الجيش يا ربي يخدم ها يا ربي اسفي راه خدامين كان عندنا احسن اكاديمي في المغرب ديال الرشاد البرنوسي صدرق ودخل فيها تراموي أيه. خميسات كانت عندهم تما ماشي اكاديمي مي كانوا كيخرجوا لي جون راه هي حتى هي ولكن والله الا تفرجت في خميسات نهار مع الماس نهار السبت والله حتى عندهم فريقه صعبه لي جون والله الا عندهم فريقه زوينه برافو عليهم حتى تشيرا انا كيعجبوني تشيرا عنده فريق كيعجبوني واخا ناخذوا عادل من وجده ومن بعد ناخذوا الفاصل عادل السلام عليكم سي عادل وعليكم السلام ورحمه الله سي عادل سي حموده سي عبد الصمد مرحبا سي عادل سنه سعيده ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والعافيه لينا عليك وعلى كاع ليكيباج ديال راديو مارس يا ربي امين واش غادي نقول لك اخويا عادل دابا كيما نقولوا المسؤولين ديال المدينه حطونا دوفون لو فيت اكومبلي اليوم غادي نلعبوا J'espère qu'on a un bon résultat pour l'MCO et que le meilleur gagne. Adil Hajjal Loula. Le Hajjal Tani, Akhoya Adil, répond à l'intégrat de Chitouya. Vous êtes bien d'accord pour dire que moi, quand je suis joueur, je suis un peu plus de temps au cours de la saison. Sinina m'a Azim. Mm-hmm. Bon, c'est un défenseur. Les apparemment, j'ai dit, j'ai d'accord, le capitaine de المنتخب المحلي ديال نيجيريا apparemment il est sur le point de partir. وبغيت نهضر معاك اخويا عادل على لا سيناتور ديال عبد المولى بالرابح. وي واش هاد الناس ديال الكوميتي ديالنا واش ما كيسمعوش مثلا راديو مارس؟ علاش ما كيسمعوش؟ parce que c'est un très bon joueur. شكون هو؟ عبد المولى بالرابح. وي c'est un très bon technicien ولكن اخويا عادل لا ديسيبلين ما عندوش. شوف هاد القضيه هادي يمكن انا نعطيك اخويا انا سولت عليها نقول لك الجواب باش تهنى سي كركاش هو ان اوم دو ديفي وبالنسبه ليه هو بالرابح اللي لو كوني بيان سي كوم ان فيس بور لوي وجابو لانه سي كوم ان فيس كيف قلت لك وكيعرفوا يمكن غيخرج منه لو ميور دو لوي ميم من شبع على شيء شبع عليه. لا انت شوف حنا ما قنيطرة الى في لو ميم سوسي. لا لا الى يو لو ميم سوسي. هذا شوف شل الخليج الى يو لو ميم سوسي وتصم هذا العام الى في ديكسيرون ماتش اللي تي لو كابيتان تاع ليكيب العام اللي فات دار معاهم اون اني اكسبسيونيل العام اخويا عادي حتى هذا العام ولكن من سولو طارق مصطفى في ملتيبل ايميسيون سور راديو مارس وميم لو بريزيدون قالها في المريخ الرياضي مع كريم مراد قال لهم لو مسيو الى سوسي دو ديسيبلين. انت شوف عادل سي عادل سي عادل سي عادل شوف سي عادل خويا عادل في لافورماسيون انت عادل عادل شوف راه اسمعني نقول لك راه انت كتهضر على الفورماسيون راه بالرابع عرفتي علاش كويري وعلاش عالم واشاك فوا كيكون مزيان حيت
الكوين ديالو داروا في السبليون داروا في البارسا يعني اكزاكتومون سي سا alors هو ديجا ان بون جوار سي باس فورسيمون كيلكان كي بيان ديسيبلين انت شوف انا الاجابه عطيتها لك اللي كيتحمل المسؤوليه لان خصك تعرف بانه بالرابح كان عنده عرض في السعوديه اكزاكتومون هادشي اللي سمعت في الراديو والسي سي هوار وكركاش وسيرتو كركاش قنعوه انه يرجع لمدينته يرجع لمدينته لانه محتاج ليه ماديا ومعنويا فهو غيكون وهو رحب لانه علاش لانه هو سيتانا ميالوي صاحبه ها وكركاش سي كوم كيف قلت لك كوم ان بير بور لي لانه اسبيرو بالعكس يعطيكم ان بلوس ان تري بون جوور هادي وبارلون خويا حمود على لي جون ولا فورماسيون انا نعطيك اخويا عادل اكزومبل هذيك اللوناف اللي تلعبت ديرنييرمون مع السي جمال السلامي الى كونفوكي ان جوار ميم مليس ماشي تام ليسبوار تام ملي كادي تاع ال ام سي او سي ان اتاكون الى 17 ans الى ماركي 2 بوت كونتر لا موريتاني فكرتيني فكرتيني عادل علاش هذا ما يعطيوش باغ اكزومبل اون شونس فينا يعطيو اون شونس في ال ام سي او الله يا خويا الله واحد عنده 17 طون تعطيه اون شونس مع فرقه لعب على الطيو حرام عليك الله يا ربي الله لا لا ما شوف لا لا شوف سعادي شوف شوف سيد باقي كاضي باقي خصو ينضج واحد شويه وراك عارف يمكن فكرتيني فكرتيني يمكن يمكن يمشي لسبوار يمكن يمشي لسبوار وي بوكوا با يقطع واحد عامين وثلاث سنين مراحل غير فكرتيني في لو سونتر يمكن وانت كتهضر على وجده فالجامعه الملكيه المغربيه كانت دارت واحد الزياره لي سونتر وكذا ووجده خدات لا ميور نوت بالنسبه للو سونتر ديالهم تعرف علاش اخويا عادي نعطيك نعطيك علاش باسكو نهار اللي جا هذا الكوميتي الجديد لقى شت لو سونتر كاين لوندروا يعني لقى شت كاع داك الشيء اللي تعطى المولوديه فوقيت الحمامي وقيت بن ساريه كلشي باقي في السلوف انا خويا عادل كيسو سوا لي بيرو كيسو سوا الماتيريال كلشي ما خدام جا كاين وصافي وخويا عادل الحاجه اللي عجبتني انا جي با بلي اجوردي بو كريتيكي مي حاجه عجبتني ومازال ما هضرتوش عليها سي كو هلال الطير الى سيني اوفيسيلمون لي ام سي او كوم ديريكتور تكنيك لا لا ماشي المغاربه هادشي اللي قال اخويا اسمعني اسمعني حبيبي لمسو ديجا عنده ديريكتور تكنيك اللي هو ولد المدينه سميتو مورسلي مورسلي الله يحفظك مورسلي ديجا كاين واحد كومبيتون مدير تقني هلال الطير فهم خداوه مانجير جينيرال ديال ليكيب لان الاداره التقنيه والفئات الصغرى ديال 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 المولوديه ديجا هلال الطير كان مدير تقني في الرجاء ودوز واحد العامين في المستوى الكبير صافي بليزير وديجا هو ان كوتش وعنده علاقات كبيره يعاون كركاش ويعاون مورسلي لي دو حتى من جبتوه راديو مارس تبارك الله نيفو عالي شي حلقات زعما كيلكان كي انتيليكتوال وعنده النيفو دو توت فاسون هادشي اللي عندي اللي نقول لكم اخويا هادي وين توت ديرنيير انفورماسيون واش هذيك لانفو اللي راه كدور كو لي زولترا ديال الوداد والرجاء سو سون مي داكور باش يقاطعوا الديربي لا لي زولترا الرجاء 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 بيناتهم باسكو في لاباج اخويا عادل ديال راديو مارس جوجهم لاباج اوفيسيال كتبوا الوداد والراجل الكولفا سود وكولفا نور اكزاكتومون باش يقاطعوا بون اسبيرون بيان لي ام سي او دير شي روتور مزيان و يكون الخير ان شاء الله يكون الخير وميرسي بوكو اخويا شكرا حبيبي عادل ميرسي ونتمناو اليوم تظلم الجمهور ديال وجده زعما تظلم انه ما يحضرش الماتش الماتش كان يقدر يكون احتفاليه كبيره للوجاده مي بون نتمنوا يكون الخير ان شاء الله ونشوفوا مقابله كبيره بين المولوديه الوجديه والرجاء احنا باقيين معكم السبعين كرام ناخذوا فاصل بعدها نواصل راديو مارس العلماء ديال مارس عيشوا حماس كرة القدم مع جيلات مانشستر سيتي ضد ليفربول نهار الخميس مع 9 الليل مباشرة على راديو مارس عيشوا حماس الكرة مع جيلات جيلات ما يستحقه الرجال راديو مارس سبور سبور و موسيقى العلماء ديال مارس رجعنا معكم مستمعي الكرام دائما في راديو مارس
نقرأ غير بعض ديال الاسماس ديال المستمعين الأوفياء ديالنا. قالك عادي العماري واسر عطينا اتساع الله يرحم لك الوالدين وخلي عليك طنجة في اتساع عمار بن علي من الرباط. وانت في الرباط باغي تهضر سير بعد من 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 طنجة وخليك في الرباط في الشمالية باش نقولوا راه شمالي اخويا ما لا درنا والو طنجة ما هضر بالعكس هضرنا عليها مزيان طنجة برافو عليهم في 5 سنين كانوا في مستوى كبير دوزوا زعما داروا واحد داروا كيف قلنا دي بروجي ا موين تيرم 3 ans 3 ans يخرجوا لنا عادي على ديك القاعده ديال كنشوفوا فريق يطلع وفي العام الاخر كينزل بالعكس بالعكس هذا طلع وقف الصداره ومشى ومشى الصفوف الامامي برافو عليهم يعني برافو تحيه للناس ديال طنجه. يمكن الخلاصه ولا يمكن نديروا الحصيله في هاد السنين ديال ابرشان فهي ايجابيه بجميع المقاييس برافو لابرشان والناس اللي معاه ولكن لي بيتي ديتاي اللي كنهضروا عليهم مؤخرا يمكن مشى المدرب جا مدرب ودابا دابا طالب ما عشناش في 6 سنين هذاك الشيء اللي علاش كنهضروا دابا حنا في 6 سنين ما عشناش ثلاثه المدربين في 3 شهور باش من 3 شهور شهرين 3 شهور البدايه 3 شهور في 6 سنين درنا جوج مدربين امير بن هاشم طلع بن شيخه والزكي من بعد بقى مرابط مرابط اللي عشناه في 6 سنين عشناه دابا في 3 شهور هذاك الشيء علاش كنهضروا النقاش النقاش قالك خويا عادل هاد المشكل ديال البزنسة وديال لي زاجون راه كبير خصوصا دابا في الرجاء كل شيء واقف على اجون واحد هذا مشكل كاين شي دي ماناجير اللي كيخدموا مع بعض الرؤساء ولا كاين دي ماناجير اللي كيخدموا مع بعض الاسماء عشنا هاد القضيه هادي ما عرفتش انا هاد لافير واش عاوتاني نفس لاجون هو اللي خدام ولا ما خدامش مي بون هاد المشكل ديال لي زاجون غنديروا عليه شي حليقه تكون مزيانه الحليقه ديال الصح يكون فيها شويه ديال الفرشه شويه ديال الغموض كشف الحقائق طويلين نهار اللي نكشفوا الحقائق ديال هاد اش كيشكل اش كيقولوا لهم دابا المراه ليزانترميديير كانوا دي زاجون ولاو انترميديير وما حنا كنقولوا لهم السمساره كاينين السمساره وكاينين الشناقه والخير وفيما اختاره الله ما اختاره الله انا فين ما كانش بدا هذا الموضوع كنقول بسم الله الرحمن الرحيم الله يخرجنا من دار العيب لا عيب خير وفيما اختاره الله قال لك خويا السلام واش الجيش ما عندهمش مسيرين الماتش المؤجل ديال الدوره الاربعه تلعبوا الرجاء وقت ما شقات ليها مهدي العسكري الجيش عندهم واحد المؤسسه كبيره ومحترمه وكتعرف اش كدير واحد الناس اللي كيقول لك حنا كنطبقوا القانون اي حاجه تقررت حنا ماشي حيت حنايا مؤسسه كبيره غنوضوا بداو نغوتوا بداو نديروا الفكر ديال المؤسسه العسكريه ديال الجيش اللي فيها مسيرين المستوى ديالهم كبير هو ان انا باقي عاقل كانت الجيش لعب على البطوله في المغرب وكان عندهم ولعبوا ماتش في كوب دافريك في ليبيا وكان مشكل ديال الطيران وكانت الحرب وكان الصداع والمشاكل وتقرر باش يلعبوا ماتش مع الرجاء والجامعه قرات والجيش طلبوا التاجيل وغيبي قال لهم نو با كيستيون حنا ناجلوا دبروا راسكم الطياره كاينه ما كايناش انا قررت انكم تلعبوا والجيش انا باقي عاقل باش تعرف النيفو ديال المسؤولين الكبار الجيش مسؤولين كبار خويا حنا الجيش ما نبكيوش حنا فريق الجيش ملكي الا اضطرينا نلعبوا لي سبور نلعبوا لي سبور الا ليكيب قاد في ليبيا راه في ليبيا ما عندنا ما نديرو مي حنا واحد الناس كنطبقوا القانون كنحترموا القرارات اذا هذا قرار الجامعه مسؤولين ديال الجيش هذاك ديال تحيات انه كذلك ان شاء الله الهضره الخاويه الناس كيعرفوا اش كيديروا كيحترموا القانون وكيطبقوا القانون الا الجامعه بروغرامات لي ماتش بناء على المعطيات ديالها اللي حنا في الاصل ما متفقينش عليها ولا تناقش حنا ناقشوا مي الجيش مؤسسه محترمه كتحترم القرارات ديال الجامعه الملكيه المغربيه وهذا الشيء ديال ما يدافعوش انا الواحد فاش كيبغي يدافع كيدافع بناء على المعطيات وبناء على بزاف ديال الظروف والحيثيات لان الجيش ديجا الجنرال حسين سليمان الله يذكره بخير والله يعطيه صحته لانه كان عيان شويه سير الجامعه سنوات كبيره وكان معاه اوزال
وعمر شي واحد ما كان كيقول شي حاجه ولا كيهضر ان كانت الظروف كنظن من احسن المراحل اللي دازت في كره القدم الوطنيه كانت مع هذا السيد لا لي زيكيب ناسيونال كلهم المنتخبات والفراقي وكان كيوفر الظروف كدوخ كيقول لك هاك طياره سير ديهم جيبهم. فتحيه كبيره لواحد من الاسماء الكبيره اللي دازوا في التاريخ ديال المغرب خصوصا في الرياضه انه كان عاطيها واحد الاهتمام كبير لا بالنسبه للجنه الاولمبيه ولا بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه. غون مسيو الله يعطيه صحيحته انا يمكن وصلني بانه كان عيان واحد شويه الله يعطيه صحيحته وبلوس لعب الكره كنقول انا رياضي سبورتيف غون سبورتيف الله عمر هذا هذاك السيد شوف دائما كيجبدوك في عيلك كيجبدوك شنو درتي لا كيسيرتو دابا تجبدتي حتى انا دوزت معاه مرحله كبيره تقريبا واحد 8 سنين 8 سنين هذه اللي دوزت معاه تحيه كبيره يمكن الواحد كان مع الوقت كتنسى غير الناس كينساو ولكن حنا ما خصناش ننساو كاين الناس اللي عطاو الشيء كثير في الرياضه وهاد لو سونتر اللي كاين مع مورا هو السبب ديالو ما يبقاوش الله الله يجعل لي في ميزان الحسنات ان غون مسيو تحيه كبيره للسي حسني بن سيمان والله يعطيه تبدلات لي بزاف وحتى تفجى الوقت باش يكون لا غوليف فبلا كلاس جمع عام جا وعطى الفاسي الفهري ومن بعد داز الناس لقاو ارضيه الحمد لله ارضيه راه ماشي راه ارضيه نيت نيت ديال نيت انت راه ديك ماموره كيفاش تخرج منها كان واحد حنا نورمالمون كنا بنيات لا فيدراسيون ديال سيكسيون سون فورماسيون ديال سبور ايتود عقلتي لان عاوتاني باش تبني واحد دو سونتر مستوى كبير مستوى عالي وتبني تيرانات وتبني من واحد واحد هذا هو ما يميز الجيش على لي زوطر الجيش مؤسسه كبيره يمكن اسمح لي هذه كناقشوا التسيير ديال الفرقه انا غنهضر معاك ناقشوه ان كاين تسيير بعض المرات كيكون عشوائي انتدابات ديال التخربيق كومون جيري يمكن فيها مشكل كاين بزاف ديال الامور اللي ناقشوها في التسيير اليومي التسيير ديال الفرقه ولكن المؤسسه الكبيره وكيفاش انها كتعامل مع المؤسسه ديال الجامعه ومع القرارات فكاين واحد الاحترام كبير وعمرك تلقى المشكل مع الجيش لان الناس كيعرفوا اش كيديروا بواحد الاحترافيه كبيره وليماج باش نكمل لك هذه الفار كتبقى كبيره لا جبدتي واحد الموضوع اللي زوين هو ديال بحال البارح قلتي باكاين بعض المسيرين اللي ما كيبغيش يبدا زعما واحد واحد المشروع واحد العمل في يدو وتقول كان عندي عاد 3 سنين واش انا اللي غندير لي شنو واش ماشي انا واش غيجي رئيس اخر فهمتي كيهضروا على الفرقه هو جا كيشوف كملتو في عهدي راني غندير شنو ما كملتوش غيكملوا الاخر باش كتبقى هذيك الاستراتيجي ديال العمل غاده انا والله العظيم فاش كنا غنمشيو للبرازيل كنا مشينا للجنه الاولمبيه عند السي نور الدين بن عبد النبي الله يذكره بخير حتى هو واحد من المسؤولين الكبار ومشيت لعنده ودرنا زياره للمتحف الاولمبي في المقر ديال اللجنه الاولمبيه فيمكن غندورو نقولوا الله يرحم ليه الوالدين السي بن سليمان مستوى عالي جدا في الذاكره الرياضيه المغربيه الاولمبيه فمستوى كبير جدا جات الفرصه باش نجبدوا السي حسني بن سليمان الله يعطيه صحيحته الله يطول لي عمره ويخلي لي وليداته ان غون مسيو عطى شي كثير للرياضه المغربيه خيره فيما اختاره الله داكور عبد اللطيف من اكادير خويا عبد اللطيف السلام عليكم وي خويا تعادلك بخير الله يحفظك يا حبيبي الحمد لله تحيه لك وتحيه الضيوف اللي معاك مرحبا وانا نسيت راسي واش بعدا ندوز لابي انا صراحه كنت كنتغير الراديو ديالي مرحبا مرحبا خويا مرحبا سمعت قلت لي الو مرحبا خويا انا خويا عادي كلشي مزيان صحه بخير الله يبارك فيك عادي الله يجزيك بخير خويا عندي واحد التدخل بالنسبه قبيله قلت لي بالنسبه للمدربين ديال المغرب وداك الشيء كيبغيو غير الفلوس ياك ايه تفضل دابا نورمالمون العرب كاملين هما دابا كيموتوا على الفلوس ما كيبغيوش لا كاليتي في اي دومين لا في السبور لا في الخدمه لا في شي حاجه كلشي دابا اللي كنشوفوا حنايا الناس كلشي شو على الفلوس يعني ما عندوش مشكل في الخدمه ديالو تكون لا كاليتي ولا هذه من جهه ياك ومن جهه اخرى دابا حنا خويا كل عام كنسمعوا هذه المشاكل ديال كره القدم المغربيه مثلا دابا مثلا هي وجده لعبه بلا جمهور الحسنيه ديك النهار كيفاش لعبات داك الشيء ترى لعبات في الحسنيه كيفاش داير رغم ذلك عندهم تيران كبير شفنا تيران ديال كازا دابا هو مسدود يعني مشكل في الرجاء الوزاري انت عبد الطيف نعم اخويا عبد الطيف انت حيت هاد القضيه هضرنا عليها بزاف ديال التيرانات راه ماشي دابا التيرانات فقنا الصباح وسديناهم حيت حنا باغيين نسدوهم ولا اللهم انا هذا ممكن راه التيرانات خصهم يسدوا باش يتصايبوا ها واحد ها مراك ها هو تسد وتحل الناس غتلعب فيه اكادير حتى هو غيتسد
غيتصايب واحد 20 جوغ ولا هذا وغيعاود يتحل غيلعبوا فيه لا ميم شوز طنجة حتى هو المشكله كاينه في كازا مشكلة. لا دابا المشكله كاينه في كازا ولكن انت ماشي هذا هو المشكل اللي يتحل ويتسد دابا المشكل ما كاينش لا كاليتي من الاول اصلا التيران مبني هو من الاول ما كاينش لا كاليتي الله يا خويا الله الله يا خويا دابا كنشوفوا دابا مثلا نقول لك واخا نقول بشي انا وياك بشويه بشويه لا كاليتي واش اكادير ما فيهش لا كاليتي كون فيه لا كاليتي ما يتسد شحال كاع باش تصير دابا انت عبد اللطيف حبيبي عبد اللطيف راه انت فهمت اش من كاليتي كيهضر فيها دابا انت علاش من كاليتي كيهضر الغازو كيهضر الغازو على الغازو شوف على انت شوف عبد الطيف عبد الطيف انت عبد الطيف مركب ديال اكادير مستوى عالي جدا ها مستوى عالي جدا لا في لا كاليتي ديال الغازو لا في لا كاليتي ديال لي فيستير لا في لا كاليتي ديال ديال الاناره ها الاناره اللي بلينوم بلينوم اما انت اسمعني دابا انت قلتي انت قلتي كون ما كان كون كانت لا كاليتي ما يتسدش لا راه خصو يتسد لان خصو الدوار خصو لونتروتيان راه ما يمكنش راه كاينه واحد المرحله خصوصا في هذا الوقت اللي كتكون في هذيك الدوده فتره مناخيه ديالنا فتره مناخيه وهذيك الدوده خص الدواء وخص تكون عنده واحد لونتروتيان باش يرجع كيف كازا المستوى كبير جدا من احسن لي غازون اللي كاينين جو كرو في لافريك على التيران ديال الدوري راه كيلعبوا كل يومين ماتش كل يومين ماتش والشتا عادي راه الناس ديال اكادير داروا حلول استباقيه راه شنو قالوا انا سمعت التصريح ديال العلولي راه قال لك حنا التيران باش ما يخسرش خلينا واحد 3 سوايع معلمين ونديروا له الدواء وما يكونش عليه الضغط وما غترجع غتلعب فيه عاوتاني حتى لهاد الوقيته هذه في المناخيه راه المشكله ماشي هو التيرانات كيتسد راه المشكله كاينه في الجماعات وكاينه في البلديات اللي ما كيصيبوش التيرانات واش دابا عباد الله اكادير فيها الانبعاث وي صح خويا شحال من عام دابا هما كيلعبوا ورا البطولات اللي داو اكادير داو في انبعاث وانبعاث صيبوا نهار اللي حنا عارفين الفتره ديال جونفي ولا ديال ديسمبر كتسد وجد شهر نلعب في انبعاث شهر جوج ماتشات ولا ثلاثه وهنيونا صيبوا الانبعاث دو ماتش دابا مراكش صايبوا انا نقول لك على الانبعاثات هما كيصايبوا لهم فيها عادي الانبعاثات كان من الملاعب اللي ما كيتضرش بزاف وخا تصب فيه الشتا لان كنعرف هذاك المكان عالي كان غليظه فهمتيني اذا كاين ارضيه اللي تقدر انا كي قلتي تتوجد فيها توجد فيهم فين يلعبوا هذوك الناس ما فهمتش انا هاد الناس علاش ما كيقلبوش على البديل راه ماشي راه المسؤولين ديال المدينه المسؤولين كانوا المسؤولين دابا نعطيك مثال صغير فاس حسن الثاني توا كان واجد حسن الثاني خرج ليه البيجي وخرجت ليه الفلوس 6 شهور ولا 7 شهور والفلوس كاينه كلشي كاين وسادين وكيتسناو ما عرفت شنو دابا تا الفاس طاح في الراس عاد حنايا حق ضرب السربي حيد ضرب السرب راه حتى الخدمه ديال الزربه راه كتعطيك شي حوايج اخرى من مورا خلينا نضحك مزروبين غنعيطوا لي اقوتي والله تنعيطوا لي اقوتي اه واه لا لا الله عا كنجبد لي اقوتي كلشي كيوقف كلشي الخلعه شتي الخلعه كي دايره ايوا عيط عليه ولا ما عيطش عليه لا عيط على الحاج ابراهيم ونولوا دايره خليونا نذاكر سيمو من كازا السيمو وي خويا هادي خويا صافا بخير صافا الله يحفظك الله يحفظك تحيه ليك وتحيه للاخ خربوش ورافق عبد الصمد مرحبا مرحبا خويا سيمو وسنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله علينا وعليك وعلى الاجواء الكرويه دابا حاليا اللي ما غاداش فيها هذيك كنتمنى واحد شويه الاحترام من النوادي اتجاه الجمهور ديالو واحد الجمهور اللي تيجي عندك وتي بيبليك وتي خسر الغالي والنفيس باش يكون معاك باش انت اشنو الهدف ديالك واش تجاوب معاه ولا باش يجي تاخذ من عنده داك الشيء اللي بغيتي منه ويمشي بحال هكا راه كتجي كتشجع النادي ولكن ما كتلقاش واحد التجاوب احترام حتى في التيران نهار كتجي كتدخل ما كتلقاش التيران هو هذاك هذاك لونتروتيان اللي دويتي عليها سي عادل تكون في الملعب في الكراسه كتجي كتطيح في واحد الاجواء اللي ورغم حيت انت ولفتي الظروف ديال البلاد ديالك كمغربي كتتماشى مع هذاك الشيء وكتمشي عادي زائد ذلك الا بغيت انا الخير النادي ديال اخويا عادل الناس كيدووا على لي سونتر فورمانس يا اما نحيدوا لي سونتر فورمانس اللي كيوقع فيهم التاش في النادي ونتبناو واحد النوادي اللي خارج مثلا كازا ولا كازا راه كاينين مؤطرين بزاف نتبناوهم ونوفروا لهم الظروف ونعطيهم مثلا لي ماتيريال كاملين اللي غيحتاجوه
وكاين عندي معاهم كونطرا انه النادي ملي كيطلع واحد اللاعب وكيدير السميه عندي كيفاش غتستافد منه الفرقه ولا الدوله توقف على هادشي. انت سيمو انا ما غنمشيش معاه في هاد القضيه يقول لك حنا طاحت في المغرب غنمشيو مع الظروف ديال البلاد. انا ما نمشيش معاك في هاد القضيه قد ما اخويا هادي ماشي الظروف كلها راه غير خاص بنادم ما يخدمها با مهم ميمكنش خويا خرجوا شي لبلاد كملها هاد الفكره هادي وانا مرحبا واخا مرحبا ولا الدوله الا وقفات على هادشي بحال اللي دابا تنديروا لي سونتر ديال التكوين المهني مثلا غادا مزيان كتعطي واحد لي تكنيسيان فيزياليزي وكتعطي كونسيتي مزيان نديروا لي سونتر بحال هكا ديال الرياضه اللي فوت راه غادي ديروا اخويا سيمو راه غادي ديروا اصلا شوف جامعه مع وزاره الشباب والرياضه غيديروا فوالا غيديروا دي سونتر ريجيونال وغيكونوا يتخادوا من كل منطقه يتخادوا لي زيليمون اللي مزيانين ودار لهم فورماسيون على مستوى اربعه ديال لي سونتر على المملكه كامله غير واحد القضيه هضرتي على ديال لونتروتيان وديال خص يكون هادشي في الملاعب والكراسه راه دابا حنا كنساو راه هادشي كله عقليه راكو كان داك الجمهور كيدخل وكيحافظ على ديك البلاصه كيجلس فيها وما يهرس ما يدقدق ما يدخلش الطواليت ويهرس السيفون ويهرس ما عرفت شنو ويخلي ويدقدق وهذا كره كلشي محتفظ على كلشي كره انا غتسال عليا لونتروتيان وانت غادي تجلس في بلايصه وتخليها لواحد اخر يجلس فيها وهي غاده حنا كنهضروا على لونتروتيان وما كنهضروش على اللي دار المشكل باش نديروا لونتروتيان راه عقليه راه الجمهور الراجا دابا ولا جمهور الوداد شافوا لو موديل كتشوف هذوك الشناوه وهذوك الجابون كيسالي الماتش خاسر واكل قتله وسال الماتش وهز ميكا وكيجمع في داك الشيء ديالو ها هما دابا هي ولات هاد العقليه حتى حنا كيجيو اللعابه كيعتذروا كيعتذروا وسمحوا لينا والدراري زوينين راه حتى حنا العقليه ديال الجمهور المغرب هادي الثقافه ديال البلاد ثقافه وتربيه لان دابا لي جابوني راه ماشي داروها يلا جديد راه كانت واحد التكنو دارت عندنا هنايا في كازا بلا ما نسميها كانت فيها الجابون وكان كوب حسن دو وكانوا الناس جاب ديك الساعه كانوا هما كينقيو ذاك الوقت حسن دو دار في الفين فين هذا ناس مستوى عالي وصافي خليها ثقافه البلاد في 99 98 97 داكشي علاش عاد التعليم ديالنا خصنا نطوروا شويه صحيح كلشي لان التعليم راه التربيه والتعليم دونك والفوتبول حتى هو راه من الاهداف ديالو دابا راه الجامعه دارت سبور اتيود هم غاديين فيها ونتمناو ديك المره عادي هضرنا قلنا الا خرجوا لنا جوج لعابه من جينيراسيون وطلعنا من ليكيب راه ربح ولكن الاخرين اللي كيبقاو راه على الاقل تخرجهم من هاد مزيانين يمشيو وقدر يمشي حتى في حياته حتى في حياته العاديه يكون مزيان حبيب من فاس الو اهلا وسهلا اسيدي مولاي عادل وسالي اسيدي عمر عمر ياك مرحبا انا عادل عادل الغزال مرحبا حبيبي الحبيب الله يفتح عليك كان نقرا سلام الله عليك ولكل الاخوه دوك السبوعه مرحبا السبوعه ديال الفرق ديال زمان الله يزكي عمركم ويخليكم لينا بارك الله فيك وريني شحال وانا كنتقاتل على باش انا باش نهضر معاكم في هذه الاذاعه الطيبه اللي تعيش نعيشوا فيها معها النهار كله في الرياضه وراني راجل كبير ما تبربصنيش راني عيان غير بالشويه خليك اللي خذ راحتك الحاج الله يفتح عليكم الله يفتح عليكم راني من 60 وانا كنتفرج في الكره من البيضاوه ولا من خاص بيضاوه كلهم من الطاس النجم الوداد الرجاء الحليب وكلهم سيبقوا نبغيهم ولكن الرجاء كنت نبغيها بزاف كسمعني مرحبا سي الحبيب كنسمعوك الله يفتح عليكم كنبغي الرجاء بزاف سي الحبيب واه مزيان سيدي بغي الرجاء مرحبا الله يبارك لي في العمر يا ربي الله يطول يبارك لي في العمر خلي لك وليداتك ووليدات وليداتك يا ربي امين عبد الرحيم من جديده عبد الرحيم الو السلام وعليكم السلام ورحمه الله كاين شويه الغموض عندك عبد الرحيم رحيم رجع عند عبد الرحيم دابا مزيان لا بس لا بس يلا تفضل عبد الرحيم كدير خربوش كدير كاع الناس اللي ضيوف ديالك فيك مرحبا سي عبد الرحيم بغينا نهضر اخويا عادل على الفريق ديالي الوداد البيضاوي بغيت نشوف هاد الانتدابات دابا اللي ما بقاوش حتى
تيقولوا معاه جبين نزارتي واش ما كانش هو في الفترة فجاو هو اللي جابهم ابراهيم الو عادي تسمعني شوف راه عندك شويه الغموض سير شي بلايصه مزيانه باش نسمعوك وانا انا خارج في الطبيعه وراه بشويه ما تقلقش ما تقلقش وخرج الشنطه ديال الوداد دابا او لا والو سي عبد الرحيم شوف عبد الرحيم بغى يوصل لنا الميساج ديال الانتدابات اللي كانوا في الوداد هاد الانتدابات اللي دابا كاينين في الوداد راه هو اللي جابهم الا ما عجبوش راه هو اللي فيه الديفو صافي واش مابقاوش نكثروا الهضره هو واحد لقيته خرج خصنا اللعابه خصني جوج ثلاثه اللعابه كبار راه جاب لي ماشي جاب لي جاب راسو هو في الفتره هو اللي جاب بابا تونتي هو اللي جاب جيبور هو اللي جاب سميتو اسامه الدراجي كاع هاد اللعابه هو اللي جابو ميمو سي محمد من كازا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هذه بخير لاباس لاباس خويا الله اخويا اللي معاك العسريه هاد العسريه واليمنيه بارك الله فيك جوج اخويا رجل هذا ولي اخويا اللي ما تغدى معاك لان مادام كتعيطي في التليفون وانا كنتسنى نهضر معاكم ولا كنكون وانا نتسنى مرحبا الا زرات عليك شي عندنا مرحبا بك راه كاين اخويا تفر في قديمه تاع سير اجي معاك غدا وجي لا لا جي مرحبا بك اجي معاك خويا لا سيدي جي معاك غدا والله نجاوبك راه كتسنى خمسين وانا كنتسنى سير وكي تسنى ويجاوب جي معاك غدا ودابا شوف انت كتقلب على المشاكل مع المدام التجاوب المدام هي الاولى وراه هي كتسمع راديو بار دابا هي عز على راديو بار واسمحي لي اسمحي لي سميت المدام سميت المدام اليوم غدا سي عندها غنطلبوا المسامحه من المدام سمحي ليها المدام راه على وجهها على وجهها فاميلا وصافي غدي باش نتفاش شويه وصافي خويا عيطتك اليوم جاي نسيت علاش لان الصباح السيد كيقول تعادل عمري راه عادل عمري هو اللي كيقول لك شي بغينا نقولوا حنا الجمهور ديك الشيء بغى يقول اللي ما يقدرش يوصل كيوصل سي عادل عمري عنده نيشان ما عنده نفاق لا والو السي هاد الناس كيعيطوا راه بحال هاد الناس عادل عمري يا ربي كثر منهم وبالخير وهذا الراديو وانا ملي كتجي سي عادل عمري كنصنت لك انت شوف سي محمد سي محمد ما فيها باس الا شي واحد شوف كاينين بزاف الناس اللي ما كنعجبهمش كاينين بزاف الناس اللي كنعجبهم كل واحد ويمكن لو ستيل ديالو كاين اللي لو ستيل ديالو شويه الهدوء ويبغي داك الشيء يدوز زين وكاين اللي بحالي انا فزعي مقلقه مع راسي انا شوف اسي محمد دابا شوف انا دابا انا عروبي فهمتي وانا دابا الناس اللي كيعرفوني لا الناس اللي زوينه فزعي الناس اللي كيعرفوني دو بخي زعما صحابي بحال دابا انا في القهوه فاش كنكون جالس في التشويش مع الحاج ياقوتي والحاج ابراهيم وضحود الدراري بيناتنا فؤاد يونس وكذا وهذا الدكتور فؤاد وهذا فاش كنكونوا جالسين الشي اللي جالسين خارج القهوه كيسمعوني اش كنقول انا راه غا كناقشوا زعما راه اللي كيكون يلا جاي تعرف واش كاين عارفينني زعما فهمتي عمل جالسين في الاكستريوس القهوه وانا كنغوت ونضارب والياقوتي سكوت انت اش تفهم وضحو كان بياع فهمتي داكشي عندنا دايز داكشي ديال انا هكا ما عنديش كي ندير اللي غيقبلني غيقبلني هكا واللي ما غيقبلنيش راه هادشي اللي عطاه الله بقى هكاك لانك هكاك عاجبنا حنا لا شوف السي محمد لا سمعتي لي انا نقول لك انا واحد القضيه اخرى شي هاد الوقت هذا الا ما لقيتيش عندك الناس كتنتقدك والا ما لقيتيش عندك الناس ما كيبغيوش سير راجع نفسك راه عندك حاجه ماشي هي هذيك كاين الغموض بوان فينا واش هي الشجره اللي كترمى بالحجر المثمره المثمره عاليه بحال ما كاين والو الحمد لله الحمد لله ويمكن شوف انا غير الميساج انت قلتيها يمكن العام سالا اي واحد حس بيا قللت عليه الاحترام ولا ما غوت عليه ولا تغوت معاه وداك الشيء انا كنطلب المسامحه منه يسمح لي والله ما درتها انا واحد السيد مندافع ماشي مندافع عفوي فزعي 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 وما قال وتسمح لينا ويسمحوا لينا والخير فيما اختاره والله وشكرا اخويا السي محمد ويا ربي المدام تسمح لك وتخليك تغدى ولا ما تغديديش تشويش جي نغدي خويا راه ابراهيم اللي خدام عند الحاج ابراهيم كيطيب واحد الكاميله بزيت العود كتشمها من حدا الراس ديال ستاد فيليب خيره فيما اختاره والله تحيه لكاع الناس مختار عبد السلام كاع الناس اللي كيتبعوا راديو مارس وكيتبعونا وكيكونوا معنا خيره فيما اختاره شكرا رفيق شكرا فزعي عجباس كانت فزعي انت شكيتي فزعي دابا بقيتي التحيه تحيه كنت تحيه كاع الفزعي
وتحيه للاستاذ الشرقاوي تا هو في زعيته هو اختار من اللي خير وفي ما اختار. شكرا خويا حبه المخرج ديالنا كاديغ العالم ديالنا والله الا عالم ولا ظالم انت عالم انت عالم كاديغ كريم حجوج فاطمه مديح بوتو اللي دخل باش يعطيكم الموجز إخبارية هذا عادل عمر كيحييكم شكرا الله يعاونكم. العلا ماد مارس هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور ام تي جي اس معا بروح رياضيه. العلا ماد مارس من الاثنين حتى الجمعه من 10:30 حتى 12 مع عادل عمري مباشره على راديو مارس. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة ام تي جي اس معا بروح رياضية. البرافاس ميسي تير ليونيل جول 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 سبورتر دو اف سي بارسلون. retrouvez sur Radio Mars votre émission hebdomadaire Barça Café débattre des dernières nouvelles du club Blaugrana et débriefer des rencontres des coéquipiers de Lionel Messi. Barça Café, tous les mardis entre 21h et 22h30, en direct sur Radio Mars. Cette émission vous est présentée par